بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين. أما بعد، فاليوم سنكون مع حلقة جديدة من موضوع واش عرفتي؟ واش عرفتي ما كيتراج على انفلونزا الخنازير. والآن لما كنسمعوا انفلونزا الخنازير كتجينا واحد الارتباك، واحد الخلعة، وكأنه إذا أصبنا بهذا الانفلونزا الله تلي غادي نموتوا ابدا. الا تصبنا بالسيدة الله تلي غادي نموتوا ابدا. الا تصبنا بالرواح الله تلي غادي نموتوا. لا، الا تصبنا بالرواح ما غاديش نموتوا. اشنو هاد المفارقه هادي؟ علاش الا تصبتي بالرواح ما غاديش تموت، ولكن الا تصبتي بانفلونزا الخنازير غادي تموت؟ او الا تصبتي بانفلونزا الانواع ديال الانفلونزا اللي كنتكلموا عليهم غادي تموت، ولا تصابيتي بالسيده غادي تموت؟ لا، الا كانت السيده غادي تقتلك حتى الروح غادي يقتلك، لان هذا فيروس وهذا فيروس وهذا فيروس. علاش هذا الفيروس غادي يقتلني وهذا ما غيقتلنيش، وهذا غيدير ليا وهذا ما غيدير لياش؟ المساله كلها بسيطه وبسيطه جدا، غادي نحاول ان شاء الله نبسطوها الى كل المشاهدين والمتتبعين للقناه الدكتور محمد حسين. لما كتسمع انفلونزا غالبا واحد النوع من الفيروسات اللي دخل الجسم ديالي، هذا الفيروس ممكن تكون عندي ليه مقاومه وبالتالي كنخرجوا بلا ما نحس به، وممكن تكون عندي مقاومه ولكن شيئا ما ضعيفه كيبين لي الاعراض ديالو في الايام الاولى، ولكن الجسم كيبقى معاه في واحد المقاومه بين اخذ ورد حتى كيطيروا وكنرجع للحاله الطبيعيه ديالي، او لا كيكون القوه ديالو اكثر من المقاومه ديالي وبالتالي كيضعفني وكيخليني نعس في الفراش. هذا كله راجع الى ما يسمى بضعف مستوى المناعه في الجسم ديالي. فلما كنتكلم على انفلونزا الخنازير، ديجا غير هذا الاسم هذا كيقول لي بان هذا سيتان فيروس اللي الاصل ديالو هو خصو يكون عند الخنازير، ما خصش يكون عند الانسان، لكن وكينتقل غير من خنزير لخنزير، ما عمره ما غيوصل للانسان. لكن شاءت الظروف ان هذا النوع تحول من الادايه ديال الخنازير الى انه ولا كيقدر يؤدي كذلك حتى الانسان. وهذا فيروس اللي عنده صفات متعدده وكل مره كياخذ شكل، وهذه الاشكال هذه هي اللي خلات المتخصصين كيتكلموا على اش ان اش وان، هما من كنايه الى البروتينات اللي كاينه في الواجهه ديال هذا الفيروس. فكتلقى اش ان ا، هذا نوع من انواع الفيروسات، وكتلقى اش ان 2 وهذا نوع ثاني، اش 3 ان ا كتلقى النوع الثالث، وما الى غير ذلك. هذوك الاسماء غير كتعطينا انواع ديال البروتينات اللي كتختلف من 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 فيروس لفيروس، وهذه الاختلافات هو اللي كيكون السبب ديالها عن طريق ما يسمى بالطفرات، كيتحول كيتشكل بواحد السرعه لا تتصور. واليوم ها هو عنده شكل، غدا كيصبح بشكل ثاني، وبعده كيولي شكل ثالث، وكل ما اختلف الشكل ديالو كل ما يقدر يكون مؤثر على الصحه والنشاط ديال الانسان اذا كان هذا الاخير عنده مناعه ضعيفه. فلما كتكون عندي المناعه قويه ويجي الاش ان ا، وتكون عندي مناعه ممتازه ويجي الاش ان ا، ما عنده ما يقضي فيا. تكون عندي مناعة ممتازة ويجي عندي فيروس السيدة، ما عنده ما يقضي فيا. تكون عندي مناعة ممتازة ويجي عندي أي نوع من الفيروسات، ما عنده ما يقضي فيا. ولكن إذا كان كيقولوا أن لو تيغان عيان، لقى بأن المحيط والوسط ديالي مهلوك، أوتوماتيكمون أي نوع من الفيروسات تدخل عندي إلا وغادي يترتب عليه أعراض بحال الأعراض ديال الرواح فاش كتجيني. فلما كنسمع الانفلونزا ما يجينيش تخوف، غير غتشوف الاعراض ديالو اللي غادي نذكرها. مثلا كتلقى بانه بمجرد ما كيدخل عندي هذا النوع ديال الفيروس كيعطيني احتقان في النيف ديالي، وكتبلي باش تخرج
هذاك داك المكونات ديال النيف ديالي كتخرج بواحد المشقه لا تتصور. اولا كيعطيني العكس كيولي كنسيل 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 والعينين ديالي كيسيلوا بواحد الشكل لا يتصور. هادو اعراض ديال ظهور الفيروس في الجسم ديالي. ثم كذلك كنحس بواحد العياء لان وقع لي ان ايبويزمون في الوقت اللي دخل لي الفيروس نط القيامه عندي في الجسم ديالي ولاو لي سيرينال كينتجوا لي كورتيزول بواحد الشكل قوي وقوي جدا الى درجه انني وصلت الى الارهاق ولات عندي ضعف ديال الانرجي وضعف ديال انني نقاوم وكتولي عندي واحد لافاتيك كبيره وكبيره جدا. ثم ممكن ترتب عليه مشاكل ديال ظهور التهابات اللي كتنتج عليها ظهور ارتفاع ديال درجه الحراره في الجسم ديال الانسان. وهذه الحراره ممكن انها تبدا من 38 39 الى ما فوق. ثم كذلك ممكن يكون عندي ما يسمى بلو مال دو غورج يعني الحلق ديالي كيتصاب بالصوت ديالو كيمشي له سميتو كيكون عندي فيه كذلك التهابات. كنعاني ان ما نقدرش نسرط ما نقدرش نشرب ما نقدرش ناكل. كل هذا راجع الى الاعراض ديال دخول هذا النوع ديال الفيروسات الى الجسم ديالي. كذلك كنحس بانه كتجيني دوخه كتجيني نقدر بعض المرات نحس براسي ان بغيت نطيح لانه كذلك التاثيرات ديالو كتمشي الى غايه المكونات العصبيه اللي كاينه عندي في الدات ديالي. كتجي تقدر تجيني كذلك الغثيان وتقدر نتقيه وتقدر تجيني دي دياري غير عاديه. ثم كذلك كتمشي لي الشهيه وكنحس بانه ممكن نوصل الى غايه انني تجيني السعله يا اما السعله خاويه او لا تجيني سعله عامره. الخاويه والعمره هادو كلها اعراض كتبين بانه عندي دخول ديال هاد النوع ديال الفيروسات. يقدر يكون فيروس عادي يقدر يكون فيروس ديال اش ان ا يقدر يكون نابورت كي الفيروس من هاد اللي كيعطوني هاد الاعراض هادو. ولكن الى شفت راسي بانني دخلت في هاد المحطه هادي عرف بان المستوى ديال المناعه ناقص عندي. اشنو خصني ندير؟ فقط نرفع من مستوى المناعه. الى كان جاتني داك العياء وضعف ديال الطاقة أول حاجة غادي نفكر فيها هو الراحة لأن كل ما ارتحيت كل ما لي سيرينال كيرتاحوا وإلا ارتاحوا لي سيرينال كتولي عندهم الإمكانية ديال أنه يعاودوا ينتجوا ليا لي كورتيزول من جديد ويعاودوا ينتجوا ليا الهرمونات مثلا الأدرينالين ولا النوغادرينالين وخاصة ينتجوا ليا لوسيتوسين اللي غتحاول تكالمي التدخل العنيف ديال الكورتيزول اللي ممكن انه يتنتج في هذه الفتره الحرجه. كذلك لما كنستعن بسميتو بلي ماساج غادي يعاوني في الرفع ديال مستوى ديال المناعه. لما نصوم والصيام وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون كيرفع ليا من المستوى ديال المناعه. لما ناكل ما يسمى ب واحد المكونات اللي كترفع المناعه مثل ليكيناسيا هذه كترفع ليا من مستوى ديال المناعه. الثوم كيرفع ليا من مستوى ديال المناعه. الزعتر كيرفع ليا من مستوى ديال المناعه. هذه الامور كلها ممكن انني نستعملها في هذه الايام اللي غنعيش فيها الحاله الحرجه مع هذا النوع ديال الفيروسات. فبمجرد ما كنرفع المستوى ديال المناعه ممكن انني نخرج من الوعكه وممكن انني نخرج من الاصابه بسلام. ولكن حتى وان لم اكن الان مصاب بهذا الامر هذا ممكن انني ندير عمليه الوقايه. ناخذ ليكيناسيا ثلاثه لي كومبريمي في النهار مده ديال 10 ايام ونرتاح 3 ايام ثم ثلاثه لي كومبريمي في النهار مده ديال 10 ايام. بها كنرفع مستوى المناعه كترتفع ليا ما بين 50 حتى 120 مره. كذلك الحمام البارد هذه خصنا الان ما ندخلوش في هذه العمليه الان ولكن نحاولوا اننا مستقبلا ندربوا على اساس اننا نبقاو ناخذوا حمام بارد فهو كيرفع المستوى ديال المناعه بواحد الشكل كبير وكبير جدا. وبالتالي بهذه القضيه هذه ممكن انني نخرج من الورطه ديال الامكانيه ديال الاصابه بهذه الانواع ديال الفيروسات وتدمرني وتدمر القوه ديالي وتدمر الحيويه ديالي. فإلا خديت هاد الوسائل ديال الوقايه ممكن نخرج من المشكل ديال الانفلونزا بدون مشاكل. لكم مني افضل التحيات.
الدكتور محمد أحسين.